معي من جدة عضو اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري دكتور هشام مروى. دكتور هشام، مساء الخير. وفق كل المعطيات التي لدينا، المعطيات كاملا، كان من تصريحات أو تهديدات أو إدانات بعد ما حدث في دوما، ماذا تقول لنا هذه المعطيات فيما سيخرج عن اجتماع مجلس الأمن؟ مساء الخير لك والإخوة المشاهدين. أهلا وسهلا. اجتماع مجلس الأمن بالتأكيد سيكون يعني مشلولا لغاية اتخاذ قرار جاد بوجود الفيتو الروسي. يعني هذا الاجتماع من الممكن أن نبحث في تشكيل لجنة تحقيق، هذا قد يكون أخطر ما يمكن أن توافق عليه روسيا، خصوصا وأنه قد صرح اليوم مسؤول روسي أنهم قد دخلوا إلى دوما ولم يجدوا أي أثر على وجود اعتداء كيماوي. هذا الأمر يؤكد أنهم يبيتون من الآن لرفض حتى فكرة التحقيق وأنهم قاموا بهذا الدور، ولعل أخطر ما يفكرون به كما هو الفيتو الروسي واضح بكل الحالات، ولكن يعني قالت روسيا بأنه تم الدخول لدوما ولا توجد أسلحة كيماوية. فرنسا والولايات المتحدة قالوا بأنه ناقشا كل الموضوع ووفق المعلومات تم استخدام كيماوي. بالنسبة لنا حتى على المعلومات الميدانية القادمة من دوما داخل دوما، نعم هناك استخدام وهناك أدلة وكافية على استخدام الغاز الكيماوي الشبيه جدا بغاز السارين، وهو شيء مخالف لقرارات مجلس الأمن ومخالف للشريعة الدولية، وهو بكل الأحوال جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. لكن الذي نتطلع إليه الحقيقة أن يكون هناك موقف حازم من دول أخرى مثل أمريكا وفرنسا وبريطانيا، موقف حازم قد يكون خارج إطار مجلس الأمن. هذا الموقف هو الذي أقول موقف حازم، ولا أقول يعني تصرف ما أو ولا يستبعد طبعا أن يكون هناك تصرف باتجاه ضربة عسكرية في هنا هناك للنظام، لكن استبعد، ولكن ليس مؤكدا هذا الأمر حتى هذه اللحظة. ما الذي سيحدد هذا الموضوع؟ ماذا ينتظر ترامب؟ يعني ربما كثيرون توقعوا حتى ردة فعل قبل، وهو قال بأنه خلال 48 ساعة سيتخذ القرار. بهذه الساعات ما الذي ينتظر برأيك؟ ما الذي يتم طرحه على الطاولة؟ يعني أنا أكثر من ذلك أقول الكلام الذي سمعناه من دقائق من حديث ترامب أخيرا أو مؤخرا كان واضح بحدود أنه سيعلن عن ما يمكن اتخاذ القرار، وسيتخذ القرار هذا اليوم، ليس سيعلن، سيتخذ قرار بهذا الخصوص هذا اليوم. لكن أعود للقول، إذا نجح مجلس الأمن باتخاذ قرار، هذا القرار فيه نوع من تطور إيجابي باتجاه محاسبة المجرمين الكيماوي، فمن الممكن هذا أن يؤخر أي تحرك عسكري خارج إطار مجلس الأمن. ولذلك يعني لا نستبعد أن يمارس الروس هذا المكر السياسي في أروقة مجلس الأمن هذا اليوم، ولكن يبقى الأمر مفتوحا. بالنسبة لتصريحات ترامب وتصريحات ماكرون وزير خارجية ماكرون، كلها تشير إلى إمكان اتخاذ إجراء ما ضد الأسد، ولكن نحن نطالب بموقف حازم يستطيع الأسد أن يعني يتفهم معه الأسد أنه يجب أن يتوقف وأن لا يستمر في مغامرات وفي ضرب الشعب السوري. نعم. كيف يختلف هذه المرة استخدام الكيماوي وردة فعل الأمريكية، استخدام كيماوي الأسد وردة فعل الأمريكية عما حدث بمطار شعيرات بعد قصف خان شيخون بالكيماوي؟ كيف يختلف الموضوع وقته كل معطياته، وبالتالي سيختلف أو ممكن أن يختلف الرد الأمريكي؟ الحديث ما يفهم من تصريحات ترامب وحتى الدول الغربية أن هناك ضرورة وقف الأسد عن الاستمرار في هذه الأعمال، إذا ضربة الشعيرات لن تكون كافية لوقف الأسد عن القيام بهذه الأعمال، إذا لابد أن يكون ضربة من نوع آخر، قد تكون تستهدف مقر إعداد هذه الأسلحة أو قد تكون أكثر من ذلك. لا أحد يتوقع حجم الضربات التي قد توجه في حال تم كما قلت اتخاذ قرار بتوجيه ضربات عسكريه، مرتبط ذلك كما قلت بتطورات مجلس الامن هذا المساء. انا اشكرك جزيلا من جده عضو اللجنه القانونيه في الائتلاف الوطني السوري دكتور هشام مروى.